انطلقت اليوم من مقر المقاطعة الإدارية الدار البيضاء بمشاركة مصالح الحماية المدنية والأمن الوطني والبلدية باب الزوار، في تشمل كل المؤسسات الأمنية ومراكز البريد ومقر بلدية باب الزوار ومقر المقاطعة وكل الإدارات والمؤسسات المستقبلة للجمهور، حيث تم تجنيد كل الإمكانيات والوسائل لإنجاح هذه العملية التي ستستمر في الزمن والمكان ليل النهار لتشمل كل الأحياء وكل المؤسسات والإدارات العمومية بانتظام وباستمرار. مواصلة للحملات الوقائية للحد من انتشار فيروس كوفيد 19 كورونا، قامت أمن ولاية الجزائر الممثلة في أمن المقاطعة الإدارية الدار البيضاء بمشاركة السلطات المحلية وشركاء الميدانيين بحملة تعقيم شمالات مختلف المؤسسات، مراكز البريد، مراكز الشرطة، دار عجزة ومختلف المناطق في قطاع الاختصاص. العملية تبقى متواصلة إلى غاية نهاية هذا الوباء.